لآل أندر. بسم الله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الاختلاف. نستضيف دائما فضيلة الشيخ نسيم بوعافية، فمرحبا به من جديد. أهلا ومرحبا بكم المشاهد الكريم. الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا، كنا في الحلقة الماضية دخلنا في نماذج الاختلاف وداهمنا الوقت. نعم. يا حبذا لو تبسط لنا الحديث في موضوع نماذج الاختلاف حتى نعرف المشاهد أو المتابع يعني كيفاش هو الاختلاف، نماذج معينة، لأنه المشاهد يحب الواقع، يحب الملموس، ماذا بينا توصل بينا بارك الملموس. الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الضالين. الغاية من الحديث عن نماذج الاختلاف كي نرسخ فكرة أساسية، وهي أن القضاء على الاختلاف لا يمكن، ولم يجعله الله عز وجل لأي أحد من البشر. سبحان الله. مهما اجتمع الناس ومهما حاولوا أن يقضوا على هذا الاختلاف فلا بد من وجود هذا الاختلاف. ولهذا نجد أمثال الإمام الشافعي حينما رأى أن الناس قد التفوا حول الإمام مالك وصاروا ينظرون نظرة أقرب ما تكون للقداسة، يؤلف كتابا يخالف فيه مالك ويجعل له عنوان اختلاف مالك. سبحان الله. هذا لا يعني أبدا أنه يطعن في شخصه أو لا يؤمن بعلمه. هو يقول ما تحت أديم السماء أصح بعد كتاب الله من موطأ مالك. سبحان الله. وكان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولكن مع هذا يريد أن يعلم الأمة بأن الاختلاف سنة مستمرة لا يمكن أن تزول. ولهذا كما ذكرت من قبل، ولعلنا نعطي نماذج أخرى، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في كذا موضع. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأمنا عائشة اختلفا في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، هل رآه بأم عينيه أو بعيني رأسه أو رآه بقلبه؟ فأحدهما يقول نور على نور إني أراه، والآخر يقول نور على نور أن أراه. يعني الأول يثبت الرؤية بقوله إني أراه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن أراه، فكأنه استنكار ولا يمكن رؤية. هذه مسألة عقدية، حتى لا يقولن بعض الناس بأن الاختلاف إنما يكون في الفقه فقط ولا يكون في العقائد. نعم، هناك أصول كبرى، وحدانية الله عز وجل، الملائكة، الجن، الأنبياء، القضاء والقدر، اليوم الآخر، هذه أصول. لا يمكن أبدا لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يخالف فيها أو أن ينكرها. ما فيش واحد من العلماء المسلمين المعتمدين قال إن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاث. العلماء جميعا متفقون على أن الله واحد، ولكنهم بعد ذلك قد يختلفون في بعض فروع، لأنه حتى العقيدة وفيها فرعيات اجتهادية يجتهدون فيها. رحلة الإسراء والمعراج اختلف سلفنا الصالح، هل كانت بالروح والجسد أم كانت بالروح فقط، وما ضلل هذا ذاك، وما فسق هذا وما فسق هذا الآخر. على خلاف بعد قرون، حينما جاء التقليد الأعمى تجد أنه إنسان يصلي أمام إنسان فيحرك أصبعه السبابة في التحية، فالذي أمامه وهو جالس أمامه تخيل يأخذ بأصبعه وهكذا يكسره. شدة التعصب المذهبي، حتى أن أحدهم يأتي إلى المسجد بأمر من الخليفة، ماذا يقول؟ يقول كل من قرأ أو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سوف تقطع نقه. مستحيل. يعني هذا ليس بدين، هذا ليس بدين ولا يجب أن يكون كذلك، ونحن نعيشه الآن. أعطيك نموذج في الحقبة التي تلت تقليد المذهبي الأعمى، حينما أغلق باب الاجتهاد كما يعبرون عنه، جاء بعض الشافعية والأحناف يطلبون من أمير بلدة أن يجعل لكل واحد منهم إماما خاصا ومسجدا مستقلا عن الآخر. فسألهم لماذا؟ قالوا هذو الشافعية، قالوا لأن الأحناف يكفروننا. أفتى أحدهم
بأنه لا يجوز للحنفي المسلم أن يتزوج من الشافعية. لماذا؟ لأن الشافعية يقولون أو يعلقون إيمانهم بالمشيئة، يقول لك بأنه يجوز شرعا للمؤمن المسلم أن يقول أنا مسلم أو أنا مؤمن إن شاء الله. فهم عندهم هذا المجموعة من الأحناف أفتوا بأنه من علق إيمانه بالمشيئة فقد شك في إيمانه، فهو من أهل الذمة، فما دام أنه ليس بمؤمن فلا يجوز أن يتزوج أو أن يتزوج الحنفي بالشافعية. الآن في زمننا يمتحن، تأتي الكثير من الأخوات، تأتي فتقول لك يا شيخ فلان يريد خطبتي، ولكن قبل أن يخطبني اشترط علي أن أدلي برأيي في فلان، يجعلون فلان هو المعلم الذي به تعرف إن على المنهج السديد أم على المنهج القديم، وهي ربما لا تعرف حتى فلان ولا تدينها بسيط. صدقني هذا ما قيل لي. تأتي وتقول لي يا شيخ من هذا الشخص؟ قلها ولما تسألين عنه؟ يا شيخ أراد أن يتقرب مني فلان لخطبتي فقال لي لن أتقدم حتى أعرف رأيك في هذا الشخص. سبحان الله، هذا تقليد أعمى، مع أن المنهج الحق قام على نبذ التقليد الأعمى ونبذ هذه التصرفات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على جهل بدين الله عز وجل، عدم نضج، وعلى حمق، على حمق واضح بين. ثم هم بعد ذلك يريدون أن يجمعوا الأمة على قول واحد لا غير. ولعلنا سنعود إلى هذه المسألة، وهي مسألة امتحان الناس بالأشخاص. شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد على هذا المعنى في فتاويه، ففي مجمل أو مختصر كلامه يقول ولا يجوز لأحد أن يجعل نفسه علامة ودلالة على منهج من اتبعه فهو على الحق ومن خالفه فهو على الباطل، أو في معنى كلامه. ولهذا كما قلت الفكرة الأساسية وهي ماذا؟ وهي أننا من المستحيل أن نجمع الأمة على رأي واحد، سواء في باب العقيدة أو في باب الفقه، وحينما أقول العقيدة كما أسلف وذكرت يعني في باب بعض الفروع الاجتهادية، وأما الأصول الكبرى فهذا مما لا يناقش. وقد أحضرت لك بعضا من النماذج لشيوخ فضلاء، يعني نقرهم ونجلهم ونحترمهم، ولنا فيهم مجموعة ملاحظات أردت أن أوردها، وهم يعني مجموعة اختلافات، وهذا الأمر منقول من كتاب الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن العثيمين وابن الباز. أولا لابد وأن نقر بأن هناك مبالغة في حصر العلم في هؤلاء الثلاث. الأمة وأرحام الأمة ليست عقيمة، وعلماؤها كثيرون، ولكن نتيجة توجه إعلامي معين، بارك الله فيك شيخ، ونهج معين وتأييد صار يظهر لنا بأن العلماء الوحيدون هم هؤلاء الثلاث، مع أننا نحترم علمهم ونقدرهم ونجلهم. هم علماء ونقرهم ونحترمهم ونجلهم، ولكن العلم لا يحصر فيهم، بارك الله فيك. هذه النقطة أساسية، حتى أنني من أغرب ما قرأت أن أحدهم قال، سبحان الله تأمل في هذا الكلام جيدا، قال ولا يبتعد أن يكون اتفاق هؤلاء الثلاث، يقصد الشيوخ هؤلاء، أن اتفاقهم إجماعا لا يجوز الخروج عنه. سبحان الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعها متفقون على أن الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك لو اتفقوا على حكم شرعي فإن اتفاقهم ليس إجماعا. حتى نبسط المسألة للمسلم، الإجماع هذا وش يعني؟ يعني اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي، لما يكون حكم ويجي كل مجتهد يقول فيه كذا وكذا والآخر كذا وكذا، فلا يوجد ولو مخالف واحد، ولو مخالف واحد، هذا يسمى إجماع. فهو وش يقول؟ يقول بأنه لو أن هؤلاء الثلاث اتفقوا على مسألة فهي أقرب ما تكون للإجماع، وهذا فيه نوع مبالغة كثيرة. مش كأنه يقولنا ربما حسب ثقافتي وثقافة المتلقي، ربما مش رأيه يقول أنه جبنا مذهب جديد هذا؟ نعم، هو الفكرة بورك فيك، هذا هو المعنى. الفكرة الآن التي قامت عليها السلفية ابن تيمية وغيره
هو محاربة التقليد، لأن الأمة وصلت إلى مرحلة بالغت فيها في تمجيدها للأئمة، فحارب التقليد الذي يدعو إلى الجمود وغلق باب الاجتهاد وغيرها. ولكن هؤلاء الآن حاربوا مالكا، أو على الأقل لا نقول الأشخاص، حاربوا المذهب المالكي والمذهب الحنفي وكذا وكذا وكذا، وأتوا بمذهب جديد، إن أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا لا يمكن. بدليل ماذا؟ بدليل أنهم حتى هم فيما بينهم اختلفوا. والآن العجب العجاب، وأنت شاب ولعلك تطالع مثل هذه المسائل، تدخل على بعض الصفحات الفيسبوكية تجد الشيخ مثلا الألباني رحمة الله عليه قال كذا وكذا، أو الشيخ ابن باز قال كذا وكذا، من المسائل التي تكلم عنها الأئمة منذ مئات السنين، منذ 14 قرن. وهذا طمس للحقائق وتلفيق للمفاهيم. الأصل أن تنسب العلم لأصحابه، لا لعالم جاء في القرن 15 ما هو إلا عالة على غيره. وهذه من الأخطاء العلمية التي نقول بأنها لا يجب أن تكون. قلت أعود لما كنت أتكلم عنه، سأعطيك نماذج كيف أن هؤلاء إخواننا هؤلاء يريدوا أن يجمعوا الأمة على حكم واحد، ولكن الغريب في الأمر أنهم هم فيما بينهم الاختلاف موجود، فكيف تقر بالاختلاف فيما بين علمائك ولا تقره فيما في غيرك؟ في غيرهم. شيخ لو تسمح يعني ربما نخرج مع مشاهدينا إلى فاصل، ثم بعده ندخل مباشرة في النماذج. بارك الله. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم بعده نواصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. قد جاءنا البيان في ضمنه السور، قد جاءنا البيان في ضمنه السور. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد، دائما مع فضيلة الشيخ نسيم بوعافية، وراح ندخل مباشرة الى نماذج الاختلاف اللي راني نشوف بالكتاب راهو. نعم. ما شاء الله راهو. نعم، هذا هذه نماذج جمعت بين العقيدة الفقه، والفقه بمختلف أنواعه، سواء فقه العبادات أو فقه الأحوال الشخصية أو ما شابه. ولهذا أردت أن أقول نماذج فقط، وإلا فغيرها كثير. جميل. وأول ما أبدأ به مسائل تتعلق بالعقيدة، حتى لا يقول لنا أحد بأن علماءنا ما اختلفوا في العقيدة وهذه نماذج أمامهم. ممتاز. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، حدثت خصومة، فنهى الرسول أن يضرب أحدهما الآخر إلى وجهه، وقال إن الله خلق آدم على صورته. فاختلف العلماء إلى ما يعود ضمير الهاء صورته، هل يعود إلى الله، أي أن الله عز وجل على صورة آدم، أم أن هذا الرجل على صورة آدم، أم أن آدم على صورة، أو ما شابه. فالإمام أو الشيخ ابن الباز ماذا يقول؟ يقول الضمير في قوله على صورته يعود إلى الله تعالى، وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير طبعا. الشيخ ابن العثيمين ماذا يقول؟ الضمير يعود على الله عز وجل، مثل قول ابن الباز. وهناك وجه ثاني، أن إضافة صورة آدم إلى الله عز وجل على وجه التكريم والتشريف، وهذه زيادة فقه وزيادة فائدة على كلام ابن الباز. الشيخ الألباني ينكر هذا الكلام كليا، فماذا يقول؟ يقول الضمير في قوله على صورته يرجع إلى آدم عليه السلام، وهذا خلاف عقدي لا يمكن أن ينكره، فهو موجود مدون. المسألة الثانية، وهي هل يوصف أو هل توصف إحدى يدي الله عز وجل بالشمال وكلتا يديه يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ ابن الباز ماذا يقول؟ يقول لله سبحانه وتعالى يمين وشمال من حيث الاسم، وكلتاهما يمين مبارك من حيث الشرف والفضل، وليس فيهما نقص بوجه من الوجوه. الشيخ ابن العثيمين ماذا يقول؟ إثبات الوصف بالشمال إذا كان أو إذا كانت لفظة بشماله في الحديث محفوظة، وإثباتها لا يعني أن الشمال قاصرة أو ناقصة عن اليد اليمنى كما هو في المخلوقين، بل كلتاهما يمين مباركة. الشيخ الألباني ماذا يقول؟ يقول كلتا يدي الله تعالى يمين، والرواية التي فيها ذكر الشمال منكرة. الآن الرواية هذه وصلت الشيخ ابن الباز، ووصل الشيخ العثيمين،
وأنكرها الشيخ الألباني. وهذا يقودنا ولعلنا نفصل المسألة لاحقا إلى أن وجود الحديث في المسألة لا يغني عن كون أو لا يغني عن كون هذه المسألة قد يختلف فيها العلماء، لأن الحديث قد يكون صحيحا عندك وقد يكون ضعيفا عندي، أتكلم نيابة عن أهل العلم، قد يكون ضعيفا عند البعض الآخر وقد يكون صحيح. العامة من الناس ماذا يعتقد؟ شيخ معلش خليني أفهم معك، كيفاش يكون صحيح عند هذا ويكون غير صحيح عند هذا؟ سنفصله إن شاء الله عز وجل تفصيلا حتى لا نستبق الأحداث في باب الأسباب، ولكن الفكرة الآن التي أريد أن أرسخها أن مجرد وجود شخص عالم ويقول لك هذا الحديث ضعيف ليس يعني بأنه ضعيف عند كل أهل العلم، وليس وإذا قال صحيح لا يعني بأنه صحيح عند جميع أهل العلم. وسنفصل الكلام إن شاء الله عز وجل حينما نتكلم عن أسباب الاختلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف. طيب أكمل حكم أولاد المشركين في الآخرة، وهذه مسألة عقدية. الإمام ابن الباز يقول أولاد المشركين إذا ماتوا صغارا قبل البلوغ يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، هذا هو رأيه. الإمام الألباني يقول لا، ما يمتحنون، وإنما أولاد المشركين في الجنة جميعا من غير امتحان. الله أكبر. الشيخ ابن العثيمين يقول أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة بما أراد الله عز وجل، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هل هذا يعني أن أفسق ابن الباز أو أضلل ابن العثيمين أو أبدع الألباني؟ لو أن المخالف يعاملك بمثل القواعد التي تعامله لقال لك هذا خلاف عقدي، وهذا يترتب عليه تضليل وتفسيق وإخراج من دائرة أهل السنة والجماعة. ولكنهم مع هذا يقولون، وهذا من غرائب الأقوال، قولنا فيما بيننا ليس كقولنا في غيرنا، يعني معيارين وميزانين، والله عز وجل تعالى أن يكون دين الله عز وجل هكذا، أن تحاسب نفسك بمعيار وتحاسب غيرك بمعيار آخر. في الحقيقة حتى أختصر ولا أطيل، لعلي أنتقل إلى بعض مثلا المناهي اللفظية، كمسألة حكم قول بعض الناس إذا مات إنسان ودفن انتقل إلى مثواه الأخير، هذه اللي يديرون عليها عياط كبير هذا. فابن الباز وش يقول؟ يقول لا بأس بإطلاق هذه العبارة، يعني ما في مشكلة، انتقل إلى مثواه الأخير. ابن العثيمين يقول لك لا يجوز إطلاق هذه العبارة. الشيخ الألباني يقول لا يجوز إطلاق هذه العبارة. نحن هنا لسنا للفصل في الأحكام الشرعية، باش يفهم المشاهد الكريم، هذا اختلاف علماء. نعم، نحن نعرض اختلاف العلماء، وليس يعني أننا حينما نقول اختلافهم أننا نغلب أحدهم على الآخر أو نقر حكما شرعيا. هي مسائل نريد أن نرسخ من خلالها فكرة، ماذا؟ أن هؤلاء وإن ادعوا أنهم على المنهج الصحيح السديد، ونرجو الله أن يكونوا كذلك، ولكن هذا لم يمنعهم من الاختلاف، فليسع غيرهم ما وسعهم. فلماذا نؤاخذ ونحاسب ونبدع من خالفنا؟ المسألة الثانية حكم قول بعض الناس إن الله على ما يشاء قدير. هنا الشيخ الألباني يقول استعمال هذه العبارة جائز، والشيخ ابن العثيمين يقول وصف الله تعالى بالقدرة لا يقيد بالمشيئة، ما تقولش إن شاء الله قدير، هو قدير. ولكن الألباني يقول جائز. هذا في باب المناهي اللفظية. هناك في باب الطهارة، وهناك في باب الاستنجاء، وهناك في باب سنن الفطرة، مثلا مسألة اللحية هذه التي تثار كثيرا. خلينا نشوف المسألة. حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية. ابن الباز يقول لا يجوز أخذ شيء من اللحية ولو زاد على القبضة. ابن العثيمين يحذو حذوه، يعني نفس الشيء. الألباني ماذا يقول؟ يقول السنة التي جرى عليها عمل السلف من الصحابة وغيرهم إعفاء اللحية إلا ما زاد عن القبضة فيقص. فهنا اختلاف، فلماذا نضلل بعضنا بعضا؟ حتى أنك تجد أن البعض يجي يقول لك يا شيخ نحن نريد أن نخرج الإمام فلان لأنه ليس من أهل السنة والجماعة، وهذا من واقعي، يعني ما هيش عملية افتراضية. مرة يتصل بي بعض الشباب يقول يا شيخ ما حكم أننا نكتب شكوى للمعنيين قولوا لهم ينحيوا علينا الإمام هذا؟ لأن قلت له لما؟ قال لي لأنه ليس من أهل السنة والجماعة. فوالله تعجبت، قلت له أنت كيف علمت أنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ قال لي يا شيخ لأنه يأخذ باللحيته.
طيب ولو صار حليقا ولو ما أبقى شعرة، هل هذا يخرجه من أهل السنة والجماعة؟ الصحابة منهم من كان مدمنا على الخمر ومنهم من زنى، هل هذا يخرجه من أهل السنة والجماعة؟ لو تأملنا في البعد العقدي لهذه المسألة لقلنا بأن هذا فكر الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة، وإن كان هؤلاء لا يكفرون بالكبيرة ولكنهم يبدعون ويفسقون بمجرد المخالفة بأقل من الكبيرة. لا، حتى ولو كانت نعم بأقل بالكبيرة كهذا المثال، هذا ليس كبيرة من الكبائر ولكنه من سنن الفطرة. حكم التسمية، هنا ندخل إلى باب العبادات، تكلمنا عن العقائد، تكلمنا عن بعض المناهي اللفظية، الآن باب الوضوء على سبيل التمثيل وإلا في الأمثلة كثيرة. حكم التسمية في الوضوء، لما نجي نتوضأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الباز ماذا يقول؟ يقول عند بدء الوضوء التسمية واجبة، يقول واجبة عند جمع من أهل العلم مع الذكر. ابن العثيمين يقول سنة، الشيخ الألباني يقول واجبة، ها هنا اختلفوا في كونها واجبة أو سنة. هل يشرع تكرار مسح الرأس في الوضوء؟ ابن الباز يقول مسح الرأس يكون مرة واحدة فقط، لا يستحب التكرار، يعني تقول هكذا وانتهى. الإمام الشيخ ابن العثيمين يقول الرأس يمسح مرة واحدة ويكره تكرار مسحه. الإمام الشيخ الألباني ماذا يقول؟ تكرار مسح الرأس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أقول الآن، لو أتعامل بأسلوب هؤلاء في حكمهم على غيرهم، الشيخ الألباني يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار المسح، وابن العثيمين يقول يكره المسح، هل هذا يعني بأن ابن عثيمين رحمة الله متبع للهوى ومحارب للسنة وقد صح الحديث عند الشيخ الألباني؟ يقينا أنه ليس كذلك. جميل، ليس كذلك. جميل. فما دام أنك تستعمل هذا الأسلوب في الإعذار، أنك تعذر هذا الشيخ، فلماذا لا تستعمله مع غيرك؟ ممتاز شيخ. فقط يعني ربما أنني حاب أقدم ملاحظة للمشاهد الكريم بأننا عندما نذكر هذه النماذج مش من باب أن نوسع التفريق بين الأمة الإسلامية، إنما كي نبين بأن الخلاف حتى من علماء من نفس يعني التوجه أو من نفس الحاضنة أو من نفس يعني ربما حتى نرحم بعضنا البعض. بارك، هدفنا هو الآن رحمة مش توسعة الخلاف. الهدف من هذا البرنامج ككل هو تقريب وجهات النظر، هذا هو، وإعذار الناس، صح، وإعطاء كل ذي حق حقه، صح. لا يجب أبداً أن تتحول مسائل فقهية خلافية إلى عقيدة ولاء وبراء. بارك الله فيك. لا يجب أبداً أن تكون مثل هذه الاختلافات تؤدي إلى الفرقة والتنابض والهجر والتبديع والتضليل. الآن لو تتأمل أخي الكريم أستاذنا الفاضل، علماء الأمة تقريب جميعهم إلا 4 أو 5 أشخاص متفرقون بين مبتدع وضال وفاسق وطالب للدنيا و الأمة الآن، شباب الأمة تائه، لا يدري من أين يتلقى أحكام الشرعية، من أين يتلقى المفاهيم الدينية، صار يلقن الدين عن طريق الفيسبوك. الآن تجد أن أحدهم يجلس فيأتيه منشور لا يدري لا نسبه ولا من كتبه ولا كذا، فيقوم بنشره وهو يعتقده دينا يتقرب به إلى الله عز وجل، مع أنه إما حديث موضوع أو فكرة عقدية مسمومة أو كما نراه ونتبعه يوميا. لماذا؟ لأننا تركنا العلماء، لأننا قطعنا وفصلنا الأمة عن علمائها بسبب اختلافات فقهية في الأصل أنها كانت موجودة على زمن السلف الصالح ولازالت موجودة ولا يمكن القضاء عليها أبدا، مستحيل أن يقضى عليها. بارك الله فيك شيخنا، الوقت يداهمنا. بارك الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد جاءنا البيان في ضمنه السور، مفصل محكم لآل أندرر. لآل أندرر.